مرحبا شباب، هذا أول فيديو لي على قناتي. اليوم راح أحكي على أكثر مكمل مبيعا بالعالم وهو الواي بروتين. هواي نسمع حكي على الواي بروتين، نسمع حكي ان الواي بروتين مضر على الكبد، نسمع حكي ان الواي بروتين مضر على الكلى، نسمع حكي ان الواي بروتين مضر على القلب. اليوم راح نشوف شنو الواي بروتين، شلون يصنعوه، وراح نشوف الدراسات شو تقول. راح نحكي على اضراره، نحكي على فوائد الواي بروتين، وراح نحكي على انواع الواي بروتين وطريقه الاستخدام. اول شيء راح اوفر لكم فيديو راح تشوفون شلون يستخلصون البروتين. هذا الفيديو من داخل احدى اكبر الشركات اللي تصنع البروتين، هي شركه البي بي اي الامريكيه. شوف الفيديو، شوفوا شلون يستخلصون البروتين، وراها راح نكمل حكي عن البروتين. بعد ما شفنا الفيديو عرفنا ان البروتين هو مجرد حليب. لو خلينا نحكي على الدراسات، نشوف الدراسات شو تقول. طبعا كل الدراسات تحكي عكس حكي العالم. الناس تقول مضر مزعج الكلى مزعج الكبد، الدراسات تبتت عكس هذا الحكي كليته. عندنا وحده من الدراسات ان انا دراسه بريطانيه تقول لك انه الواي بروتين او مصدر الحليب زين للناس اللي تعاني من ارتفاع الكوليسترول LDL، الكوليسترول الضار. طبعا هاي الدراسة بريطانية، راح اوفر لكم الرابط مالتها جوا وانتم تشوفوها بعينكم. طبعا اكثر من دراسة موجودة، بس انا اللي جايبهم ثلاث دراسات. الدراسة الثانية عفوا تقول لك الواي بروتين زين لخفض ضغط الدم، يعني الناس تعاني من ضغط الدم الواي بروتين زين لهم. والدراسة الثالثة ثبتت ان الواي بروتين يساعد بعملية حرق الدهون. هاي ثلاث دراسات من دراسات هواي صراحة. هاي ثلاث دراسات حاوف لكم الرابط مالتها جوا، شوفوا الدراسات وتأكدوا بنفسكم. خلينا نجي على الضرر. بعد ما عرفنا شنو شلون استخلصوا الواي بروتين، دراسات كلها صارت على الناس اللي ما عندهم اي مشاكل صحيه بالكلى او الكبد، تقول لك الواي بروتين امن للاستخدام. بعد ما عرفنا الدراسات وشفنا الدراسات شو تقول، خلينا نشوف شلون البروتين ممكن يضرني. بشكل عام البروتين ما بيه اضرار للشخص السليم.
شلون البروتين ممكن يضرني؟ البروتين يضرني اذا اخذت انا مكمل البروتين من مكان غير موثوق به. البروتين ممكن يضرني اذا انا كنت اعاني من مشاكل بالكلى والكبد واستخدمت المكملات الغذائيه بشكل عام، انا ممكن راح اضر جسمي. البروتين ممكن يضرني اذا اخذت اكثر من احتياج جسمي. شلون يعني اكثر من احتياج جسمي؟ مثلا انا جسمي يحتاج 200 غرام بروتين باليوم، وانا على طول السنه اخذ 400 غرام، فهنا راح اضر جسمي، راح اضر كلياتي، راح اضر الكبد. البروتين ليش مضر؟ قبل اللي كانوا يسووه انه يخلطون البروتين، يخلطون وياه ستيرويد، كانوا يخلطون وياه داينابول، وانقارن من اكثر من مكان، اكثر من موقع، انه قبل المكملات الغذائيه يخلطون وياها ستيرويدات. اكو شركات تخبط تخلي علاج ويا المكملات الغذائيه، تخلي شيء اسمه علاج دوكسون، تخلي وياه على مود يجذبون الناس ويقول لك هذا المنتج فعال، هذا المنتج يشتغل فعاليته سريعه، تعالوا خذ من عنده، فيخلون وياه علاج. بهاي الحاله صدق انت حضر جسمك اذا اخذت هذا النوع من المكملات. الحل انه هواي اكو شركات تخضع لعمليه الرقابه من المنظمات العالميه للغذاء والدواء مثل منظمه الاف دي اي الامريكيه. هاي المنظمه شو تسوي؟ تاخذ البروتين تفحصها تشوف شنو بيه، اذا كان سليم للاستهلاك البشري تخلي عليه ختم وتقول لك هذا منتج سليم تقدر تستخدمه بكل امان. واللي تسوي انت حتدور بالانترنت على شركات موجوده بالسوق، شركات عليها هذا الختم، وتروح تاخذ منهم البروتين، وبهيك حاله انت راح تستخدم البروتين بشكل امن. بالنسبه للفوائد البروتين، البروتين زين للشعر، البروتين العنصر الرئيسي الاول اللي يبني لك عضل، البروتين شوكو عضو بجسمك يحتاجه، شوكو شيء يتلف بجسمك يحتاجه. فوائد البروتين هوايه. انواع البروتين طبعا يستخلصون من الحليب 4 انواع البروتين، اللي هو الكازين او الكازين، الواي بروتين كونسنتريت، والايزو اللي احنا نسميه اللي هو بالاصل ايزوليت، والهايدرو. الفرق بين هاي الانواع كلها هي سرعه امتصاص وجوده البروتين. عندنا مثلا عندك الكازين بروتين بطيء الامتصاص، يبقى بجسمك من 6 إلى 8 ساعات. وراها يجي عندنا الواي بروتين الكونسنتريت، تكون بنسبه البروتين طبعا حسب الشركه المصنعه من 80 إلى 90، بس بالعاده يكون 85% بي بروتين، والباقي يكون سكر ويكون دهون. وهذا النوع من البروتين يكون بشيء اسمه سكر اللاكتوز. هذا السكر مو كل انسان جسمه يقدر يمتصه، يسبب مشاكل بالهضم، انتفاخ والى اخره. النوع الثاني من البروتين اللي هو الايزو او الايزوليت، يكون انقى من النوع اللي قبله وسرعه امتصاصه اسرع، وتكون نسبه البروتين بي من 90 الى 95%. والنوع الاخير من البروتين اللي هو الهايدرو، هذا النوع من البروتين يكون اغلى انواع البروتين. هذا النوع من البروتين مو كل الشركات تصنع، هذا النوع من البروتين اسرع بروتين امتصاصا موجود بالسوق. شلون استخدم الواي بروتين؟ ناس يقول لك في الريوق، ناس يقول لك قبل النوم، ناس يقول لك بعد النوم، ناس يقول لك قبل التمرين، ناس يقول لك بعد التمرين، هواي نسمع حكي عليه. الصحيح الدراسه ثبتت يقول لك انت ماخذ احتياج احتياج جسمك من البروتين من مصادر الحيوانيه والنباتيه، انت ما تحتاج هذا المكمل. طريقه استخدامه حسب احتياج جسمك من البروتين. خلينا نفرض انت استخدم احتياج جسمك 200، قلنا دخلت 175 غرام بروتين من الغذاء من البيض اللحم حليب الاخر، يبقى عندك 25 غرام بروتين تقدر تستخدمها بسكوب من الواي بروتين. واشكركم على المتابعه وانتظرون بحلقه جديده، لا تنسوا تسوون لايك للفيديو، تابعوني.